فكريا افكر ان حق البحرين الكاس لو لاعبين احنا ويا العراق، لكن الحين عاطفيا ان شاء الله للعراق، لان 40 سنه ما حصلوا الكاس واهل الجمهور 65,000 العراق انتصر. شنو هذا حبك للعراق؟ حبي للعراق من زمان، لان حضاره العراق تاريخيا هي والبحرين نفس الشيء. حمرابي شو حتغني لي؟ شو حتغني اغنيه جديده للعراق؟ انا ابغى اغني يلا سمشي خنيت لكم اغنيه. ايه احب اغني لكم الاغنيه العراقيه مال حضير ابو عزيز. حضير ابو عزيز ايه حق ان شاء الله في الختام. يلا خلينا شويه مذهب وكبلي. يلا يلا. سلم علي طرف عينه وحاجبه أدى التحية زين يعرف واجبه. سلم علي سلم علي وخاف لا يشوفونه أهل عداوة وياي ويمنعونه. لمر الأسمر كلهم يحيونه لمر الأسمر كلهم يحيونه. يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا. سلم علي عاشا وعاشا جبت العراقي ولا لا؟